مين في هون؟ مين هون؟ من وقت ما خسرت نظري صرت أذكى من قبل بكتير. لهيك انتبهوا مني ولا تحاولوا تؤذوني. كليالي كليالي لك شو كليالي ايه؟ شو اللي صار لك؟ ليش طالع من الغرفة؟ بابا انا خبرتك ما تطلعي، ليش طلعتي؟ انت منيحة كلياني يليلي، شو في؟ شو بس لا تسأل شيء. يلي صار ملهر المسؤول عنه، هو اللي حط الكاميرا بغرفة بنتك. شو؟ ها؟ وهو ضل عم يحاول يخليها تطلع من الغرفة بأي طريقة. سنبدا؟ لا خليكي خليكي لحظة سنبدا، انت ما في داعي تخافي علي ابدا. انا تبهدلت بسببك، انت كل اللي صار بسبب تصرفاتك. كيف؟ امي هالشي صح من فترة، بس خلص رح احكي. انا كنت عم بتمشى بالغرفة بدي اشرب مي، ملهر هو اللي ساعدني، كان عم يشوفني لأني أنا ما عم شوفه، عم يدلني على الطريق. إيه؟ شو الحكي؟ باللحظة اللي سمعت فيها الصوت عرفت بوقتها لا إنه هاي بتكون سنبدا. كلياني بس سنبدا اللي فيها تسوي مثل هيك تصرفات، عرفت هالشي؟ شو؟ لكون عم بغلط. سنبدا واقفة بمحل قريب منهم مو هيك؟ وينك؟ بس سنبدا وينك؟ كلياني سنبدا أقوى كلياني. شو نوعك من بين البشر سنبدا؟ أنت بتقولي عن حالك إنك أم؟ كيف ممكن تكون الأم؟ وحدة كذابة ومخادعة مثلك انتي. انتي شو عم تحكي؟ ما أنا الوحيد اللي عليها حق، المسؤول عن اللي صار ملهر كمان. ليش ما بدك تترك بنتي بحالة؟ بدك تقتلها يعني؟ بابا. شو قلت؟ بس لحظة، انت مين اللي عطاك الحق لتحط كاميرا بغرفتك يعني؟ انت كيف تجرأ؟ قول بابا. سنبدا ملهر 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 اهدأ، لا تتحرك ملهر. انت رح تهربي بعملتك؟ انت ما عندك دليل تثبت انه انا اللي سويت هيك. اسمع انا ما عربت وانا رح استخدم هالشي ضدك بالمحكمة. تعرف انه مرتك فقدت عقلها تماما، هي كيف بتقدر تساوي مثل هيك شي بكلياني؟ ها